حتى وقت قريب كان البشر ينعمون برفاهية التجاهل. كانوا يعلمون بأن الكوكب في خطر، لكنهم واصلوا التحدي، أسرفوا في استنزاف الطبيعة، بالغوا في الاستمتاع بلذاتها، إلى أن وقعت الكارثة. على بعد أميال من أشد بقاع الأرض لهيباً على خط الاستواء تقع شابيلا، إحدى مناطق الصومال الجنوبية وأقلها حظاً، كانت معروفة بالزراعة والرعي قبل أن يندر المطر ويجف النهر وتفنى الماشية. سنتين كاملتين لم ينزل الأمطار، والشعب الصومالي رعاة 70%، يعني يعتمدون على الأمطار، لذلك لم يجدوا 5 مواسم متتالية للأمطار الكافية، وهذا سبب لحوالي 7 مليون من الشعب الصومالي أن يتضرروا أو يتأثروا بسبب الجفاف. هناك أسباب عديدة لهذا الوضع، أولها ما يحدث من تغيرات مناخية كبيرة حول العالم. هذا التغير تفاقم وبشكل كبير بعدما حدث من تأثيرات مناخية، بالإضافة إلى حالة الجفاف التي تتعرض لها الصومال الآن، وإلى جانب ذلك ما تمر به الصومال من تحديات أمنية كبيرة، وما تمثله هذه التحديات من مخاطر عديدة، وذلك لأننا كنا منذ فترة طويلة في حالة عدم استقرار أمني. هذه الظروف حقاً أدت إلى إلحاق أضرار بالبلاد. ترك أهالي شابيلا منازلهم المهدمة وهجروا أراضيهم القاحلة وفروا باتجاه العاصمة. لم يسمح لهم بالدخول إلى قلبها، فاستقروا في الضواحي ونصبوا خيامهم في العراء. معسكر القبور، هكذا تعرف النازحون على تسميته، ليس فقط لقربه من مقبرة المدينة، ولكن لأن سكانه يعيشون كالأموات. يقبض الجوع والعطش أرواح السكان واحداً بعد الآخر، فلا تقطع الجنازة سوى هذا الطريق الفاصل بين المقبرتين. قطع من الخيش المهترئ صنعوا خيامهم، وبألواح من الصفيح شيد المتبرعون فصلاً للدراسة ومدرسة لتحفيظ القرآن. يتقاضى المعلم هنا دولارين عن كل طفل يدخرها الآباء والأمهات من حصيلة الصدقات. يواظب الأطفال على حلقات الذكر ويغيبون عن فصول العلم. في وقت الغداء يتسكع الرجال وينزوي الشيوخ وتحتمي النساء بأوراق الشجر.
ينتظر الجميع طعاما لا يأتي وأملا لا يجيء. لكل نازح هنا قصة حزينة لا تكفي عشرات الأفلام لسردها. وقع اختيارنا عشوائيا على هذه الأم الشابة وجلسنا نستمع إلى قصتها. كانت لدينا مزرعة للحبوب مع بعض المواشي، فأصابنا القحط والجفاف ونزحنا. لما وصلنا هنا أصابت المجاعة والحمى الأطفال، مما أدى إلى وفاة 3 من أبناء الست. حقاً أنا أحتاج إلى المساعدة والدعم، كما أن المساعدات الحكومية لم تصلنا حتى الآن، فقد تصلنا بعض الصدقات، ولكننا لا نرجو سوى ما عند الله. كان أحد أولادي في 7 من عمره، والآخر في 2 من عمره، والثالثة كانت في 5 من عمرها. أنا لا أعترض، فكل ما يحصل هو قضاء الله، ولكنني لا أستطيع أن أنسى لحظة دفن الأطفال، وقد فارقوا الحياة بين يدي. الآن لا أحد يعولنا وأنا لا أستطيع العمل. الشيخ الذي هناك هو عمي، وهو يخرج إلى خارج المعسكر علّه يجد ما نسد به رمقنا. أما أنا فلا أخرج من المخيم أبداً. نحن نفترش الأرض كما ترى، وأنا الآن حامل، فإذا يسر الله لي أن أضع فليس لدينا ما نوقد به النار ولا ما يطبخ على النار، فقد تصلنا بعض الصدقات، ولكننا لا نرجو سوى ما عند الله. منذ اندلاع الحرب الأهلية في الصومال لم يعد التحرك في شوارعها آمناً بدون حراسة. هذه المرة اقترح فريقنا المحلي أن تكون السيارة واقية من الرصاص. سمح لنا الجنود بزيارة معسكر آخر خارج موقديشيو على أن تكون الزيارة خاطفة دون أن يخبرونا عن السبب. كمد، هذا هو اسم المعسكر التالي. الكلمة معناها الحزن والكرب، لكنها في الأصل إحدى بلدات شابيلا السفلى التي نزح منها سكان هذا المعسكر، وكأن القدر يطلق الأسماء بعناية. اسمي حسن حسين عبد القادر، كنت أعيش في منطقة كنتواري، أمارس الزراعة وأزرع السمسم والحبوب، كنت أكافح من أجل لقمة العيش. ظلت الحياة على هذه الوتيرة إلى أن قل منسوب مياه النهر بسبب الجفاف، وظهرت الحاجة لمواتير المياه. ولكن هذا بالطبع
صعب على الفقراء. ولهذا اتجهت إلى جمع الحطب في الحقول لتأمين تكلفة ري المزرعة. والحمد لله على كل حال، لكن الأمور تعقدت أكثر حتى اضطررت للعمل شيالا لإطعام أولادي. والحمد لله على كل حال، استمرت الأمور في التدهور أكثر فأكثر، فاضطررنا للنزوح وقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام دون أحذية، حتى اهتدينا إلى هذا المخيم بفضل مساعدة أحد الإخوة الطيبين. نقيم هنا في هذا المخيم منذ شهرين وليس بأيدينا شيء، ولذلك نناشد الطيبين والمحسنين مساعدتنا بالقوت وغيره. هذا ما نتمناه. ماء ودقيق وقطرات زيت، هذا هو غداء هذه الأسرة. يتصاعد الدخان من وقود الطهي فيعتصر الجوع بقية البطون في المخيم. في ساحة المخيم ينتشر الأطفال هنا وهناك، يتأرجحون على أغصان الشجر الذابل، يلعبون في مرح ويتركون الكمد لآبائهم، لا يعلم أي منهم ماذا ينتظره في المستقبل. لا يرتحل الصوماليون داخل وطنهم هربا من الجفاف وحده. تنظيم الشباب الإرهابي حول القرى المنكوبة إلى إمارات ودويلات قهروا سكانها باسم الإسلام. حركة الشباب الإرهابية تفرض إتاوات باهظة جدا على المزارعين وأصحاب المواشي، وكذلك تبتز وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وتسبب المشكلة الكبيرة وتحدي كبير حتى حكومة الصومالية تعمل بإيصال المساعدات للمتضررين بالجفاف. شباب المجاهدين يطلقون على أنفسهم حركة وينسبون أفكارهم للإسلام، لكنهم يتبعون تنظيم القاعدة وتتهمهم كل دول العالم بالإرهاب. تأسس التنظيم الإرهابي عام 2004 كذراع عسكري لما عرف وقتها باتحاد المحاكم الإسلامية، التيار المتطرف الذي حارب قيم الدولة وهزم أمام قواتها. كان في الماضي ينشط في ميادين العاصمة، والآن يبني دولته المزعومة في قرى ومناطق الجفاف ويختبئ في مخيمات النازحين ومنها كمد والقبور. قبل أيام أنا كنت مع رئيس الوزراء وزرنا في آخر مدينة محررة وهي مدينة آل يبال الواقعة في شبيل السفلى في الشبيل الوسطى في ولاية هيرشبيل. زرنا هناك وتحدثنا مع الشيوخ القبائل اللي كانوا موجودين هناك، فمأسات يتحدثون عن مأسات بالإضافة إلى مأسات الجفاف. وجزء منهم بدل ما يعبر عن رأيه يبكي، يعني بسبب قسوة هذه الحركة. هذه هي أي شريعة هذه؟ يفعلون هذا باسم الإسلام، باسم الإسلام، وينهبون أموال الناس وينتهكون حرماتهم باسم الإسلام. كانت الخطة تقضي بزيارة معسكر ثالث خارج العاصمة
لكن فريقنا الأمني تلقى تحذيراً من اكتشاف خلايا نائمة لتنظيم الشباب الإرهابي في معسكرات الضواحي. لقد كنا على بعد خطوات من أوكاره دون أن ندري. عدلنا الخطة وقررنا زيارة معسكر للنازحين داخل العاصمة. يرتفع هذا المعسكر عن سابقيه درجة، فبيوته من صفيح وتصله وجبة واحدة يومياً من بعض المنظمات الإنسانية. من بين الاستغاثات الصومالية غير المفهومة فاجأتنا منيرة بصيحتها العربية الواضحة راجية أن تروي لنا قصتها. أنا اسمي منيرة آدم علي، هذه عمتي أخت أبويا. أنا أزور عليها، جيت من المدينة، هنا ساكنين، هنا ما عندنا أشياء، حالتنا حالة، هنا في الليل في النهار حار، في الليل برد، ما في ناموس، ما فيها شيء، ما فيها موية. طب احكي لي على أوضاع المعسكر كله. الناس هنا ساكنين حالتهم حالة، والله أنا ما شفت الناس، ناس مرتاحين ما شفته هنا. الحكومة بتقدم لكم أي مساعدة؟ الحكومة هي حالتها حالة. الحكومة حتى ما يغش، لو يجي مطر أحد يموت حتى ما يغش. مشاكل المسكين يشوف الله بس، الناس ما يشوف. الصوماليين جوا حقهم ما يمزاعد منا، صومالي مزاعدة ما في. طب والحل فين يا منيرة؟ إيه الحل؟ للحل من عند الله، الحل يجي الله بس. أنتوا قاعدين منتظرين الفرج من ربنا سبحانه وتعالى. أيوة، الحياة هذه مو حياة المرتاح، إحنا بشر، لكن خليه على إيش نسوي، إيش نقدر نسوي، نستنى ما عند الله، نستنى ما عند الله، نصبر الله، قال الله ما في. نزح السكان على أمل العودة مع حلول السلام. تحررت معظم الولايات من قبضة تنظيم الشباب المتطرف، لكن فلوله تقطع الطريق على المساعدات الموعودة. تقريبا حركة الشباب قبل شهر دمرت 30 عربية محملة من المبادرة الإنسانية. إزاي يمنعوا وصول مساعدات إنسانية للناس؟ وهم بيدعوا إن هم بيدافعوا عن الإسلام، إزاي؟ الشباب، أيوه. الشباب لا يدافعون عن الإسلام، وليس لهم أي علاقة بالإسلام، هي جماعة إرهابية يعني إجرامية تتسطر باسم الإسلام، ولكن لما أنت تمنع بأن المزارعين يزرعوا، ولما أنت تمنع بأن أبنائهم يتعلموا وتزوج أبنائهم أبناتهم بالإجبار، هلا أنت لا تمثل الإسلام، لا تمثل الإجرام. إجرام باسم الإسلام، وأشد ما فيه انحطاطاً أنه يستغل الجفاف للضغط على الحكومة والسيطرة على المنكوبين. حركة الشباب الإرهابية يتضاءل نفوذها يوماً بعد يوم، وتفقد مناطق واسعة، والقوات الصومالية مع الشعب الصومالي بمساعدة الشعب الصومالي وحشد العشائر يعني تحقق انتصارات كثيرة. حشد العشائر، أو كما يسميهم الصوماليون مع ويسلي، هم أبناء القبائل الذين ضاقوا بممارسات تنظيم الشباب، فقرروا خوض المعارك ضد ميليشياته جنباً إلى جنب مع القوات الحكومية. أخيراً تمردت العشائر على صمتها. الحركة الشباب أو الإرهابيون استخدموا الدين كغذاء سياسي أيديولوجي في بداية الأمر، وقالوا للناس نحن جئنا هنا
تعظيم الدين الإسلامي والاحتكام إلى شريعة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشعب الصومالي بطبيعته شعب مسلم فرحب، ولكن إنه الشعب أترك على أنه الشباب أو أن هذه الإرهابيون يستخدمون الدين كغذاء سياسي أو أيديولوجي، بل لهم أجنداتهم التي تمتد من داخل الصومال إلى الخارج، وهناك قوة خارجية تقديهم وتمد لهم المال والسلاح والفكر ووسائل وأدوات التفجير والقتل. هذه ليست حرب الصومال وحدها، تنظيم الشباب ما هو إلا ذراع للقاعدة ضمن شبكة من الأتباع والحلفاء أنشأها التنظيم الإرهابي منذ 11 من سبتمبر. يتمركز التنظيم في الجنوب الصومالي وفي القلب منه شابيلا، حيث يطل على مموليه من عصابات القرصنة في المحيط الهندي، وعن طريقهم يخطط للوصول إلى خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. قد تكون في منطقة محررة، ولكن إن لم تستطع زراعة أو كسب المال أو إطعام عائلتك فستكون مضطراً للنزوح. المشكلة الأكبر هنا هي الجفاف بالطبع. الناس ينزحون بسبب الجفاف والحكم الجائر ويأتون إلى العاصمة ليعيشوا مع حكومة يمارسون معها أعمالهم. في رأيي الجفاف لا يمكن السيطرة عليه، لكن بالنسبة لحكم الشباب، كلما كان لدينا مزيد من المناطق المحررة سيرغب الناس في البقاء بمزارعهم والعمل بتلك القرى. حين أدهشنا الفارق بين مخيمات الخيش ومعسكرات الصفيح، قيل لنا إن النازحين طبقات. شاهدنا الطبقتين، الدنيا والوسطى، فماذا عن المميزين من البؤساء؟ معسكر المحاربين القدماء لا أثر فيه سوى للمشردين والنازحين. على عكس المعسكرات السابقة، رفض سكانه التعاون معنا ظناً أننا مندوبون لرجل أعمال يخطط للاستيلاء على المعسكر. تجولنا برفقة صحفي صومالي لعلنا نفهم القصة. هذا المكان هو أصلاً كانت أرض فاضية، كانت مخصصة لقدام المحاربين أو الجرحى الحرب سنة 77 بين الصومال وأثيوبيا كما في التاريخ القديم. فهذه الأرض كانت فاضية، فهؤلاء الناس الذين سكنوا هنا لجأوا إلى المدينة هرباً من الجفاف في سنوات سابقة ومن الضيق المعيشة الذي حصل في الريف. فلذلك نزلوا هنا ونصبوا خيامهم المتهالكة هنا، خيام النازحين. ثم بعد ذلك انخرطوا في الحياة العامة، والذي دخل المدينة وكسبوا في واشتغل في المهن المختلفة، مهن البسيطة، غسل الثياب، المشاركة في البناء أو في إقامة البنايات، يعني من هنا حققوا بعض التعليم، التعليم في الميناء، التعليم في الأسواق، يعني كل هذه كثير منهم أحوالهم تحسنت وتحولوا من حياة الخيام إلى حياة الصفيح، هذه إلى حياة الصفيح التي تعتبر يعني أيضا حياة فقيرة. حلم ده ممكن يبقى حلم، حلم النازحين إن يبقى عندهم بيوت صفيح. حلم الذين يهربون من الجوع ومن الجفاف هو أن يسكنوا في بيوت صفيح وآمنة ويلقوا قوت يومهم. فلذلك هؤلاء نعتبرهم حققوا جزء كبير من حلمهم. قبل موجة الجفاف الأخيرة كان نحو 43% من الصوماليين يعيشون على أقل من دولار واحد يومياً، وكان 73% يعيشون تحت خط الفقر. أتى الجفاف ليضاعف المأساة. كان 65% من القوة العاملة في الصومال تعمل بالزراعة فجفت الحقول، وكانت الثروة الحيوانية تساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي فنفقت الماشية. الحكومة تستعيد هيبتها في الداخل وحضورها في الخارج،
لكن قدرتها على مساعدة النازحين محدودة. الحكومة أولاً إمكانياتها ضعيفة جداً، ولذلك هي لا تقدم مساعدات كثيرة. يعني ممكن بعض المنظمات الإنسانية بتقدم بين الحين والآخر بعض البرامج أو المشاريع التنموية الصغيرة هذه، مثل الميكرو إيكونوميكس أو المهن البسيطة أو التجارة الأحجام الصغيرة، لكن كحكومة لا تقدم شيء. يعني سلطتها سلطة شكلية، يدوب الآن تبدأ تبسط صدرتها على البلد. في هذا الوقت بالذات الحكومة تعتمد على المساعدات الخارجية في تسيير شؤون البلد. يعني معظم الميزانية الحكومية تأتي من المساعدات الخارجية، ولذلك الحكومة في هذه المرحلة لا تقدر لوحدها أن تحل هذه المشكلة، فهي يعني مضطرة للجوء إلى الخارج، للدول المانحة، للمنظمات المانحة، للدول الأشقاء والأصدقاء، للوقوف إلى جانبها لغاية ما تتمكن من تقديم الأساسيات لمواطنيها. الأزمة الروسية الأوكرانية سيف آخر على رقاب الصوماليين، ضاعفت أزمة الغذاء وأعاقت وصول المساعدات. صواريخ الحرب سقطت في موسكو وكييف فأحالت حياة النازحين من شابيلا إلى جحيم. هذه الملاحظة مهمة جداً، فالحرب حقاً تسببت في مشكلة كبيرة، كما أنها صاحبت ما نمر به من موجات الجفاف الشديدة التي تضرب البلاد بشكل مستمر. فحينما وقعت الحرب في أوكرانيا تسببت في نقص الغذاء وخلفت وراءها ارتفاعاً كبيراً في الأسعار. أضف على ارتفاع الأسعار وما نمر به من موجات الجفاف أن الناس أيضاً ليس لديهم أموال لشراء الطعام على الإطلاق، حيث قلت كميات الطعام في الأسواق وأصبح أكثر كلفة. هذه الأحداث خلقت ظروفاً صعبة حقاً، بل وقاسية. بات الصوماليون منذ الحرب الروسية الأوكرانية تحت حصار أشباح ثلاثة: الإرهاب والمجاعة وندرة الإغاثة. فما هو الحل؟ وأين يكمن الأمل؟ الصومال تقول حرب نيابة عن المجتمع الدولي بما فيهم الدول العربية الأقرب إلينا، طبعا هو الأفريق والعالم كله. فحينئذ يجب على الدول العربية والإسلامية والعالم بأكملهم أن يساعدوا الصومال. إيه الحل لهذه الأزمة؟ الحل يكمن في أنه تكون الحكومة الصومالية تتدخل بشكل أكبر، بحيث توفر إنفراستراكتشر أو بنى تحتية تستوعب كل هذه الثقل البشري الذي يتدفق على المدن الكبيرة، بحيث يعني توفر لهم على الأقل الحد الأدنى من أساسيات الحياة. غير ذلك سنكون في هذا الدائرة الجهنمية اللي هي تكون جفاف بسبب التغير المناخي، وبعدين لما تهطل الأمطار في مواسم غير مواسمها أو بشكل أكثر غزارة من المتوقع، فلذلك نواجه فيضانات. كيف نوقف تكرار هذه أزمة الجفاف؟ هو بناء قدرات الإنسان الصومالي، قدرات السمود للإنسان الصومالي، قدرات التكيف للإنسان الصومالي مع تغير المناخ، قدرات بناء قدرات إنسان الصومالي لكيف هو يتحمل التحمل بتغير المناخ. وهذا يحتاج إلى مشاريع استثمارية تبني هذه تلك القدرات، وليس فقط أننا نعيش على حد أو المساعدات الإنسانية، لأنه أزمة المناخ تستمر تتوقف. The solution to
الحل بالنسبة للصومال ليس عسكرياً ولا أمنياً، بل هو في الحوكمة والاقتصاد والسياسة. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي. وأوضحت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة. وهنا يتعين التساؤل، كيف لقارة كإفريقيا ألا تنتج غذائها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذائها أن تجني ثماراً للتنمية الاقتصادية أو تؤمن استقراراً لبناء المستقبل؟ مصر لها كل الشكر على مواقفها المخلصة وما تقدمه من جهود حثيثة والتي نثمنها باستمرار، فهي تسعى منذ فترة إلى أن تعتمد قارة إفريقيا على نفسها في تحقيق التنمية الشاملة. إنما تتضمنه المقترحات المصرية من مشاريع مختلفة يعد مهماً للغاية للقارة، ومن ضمنها الصومال بالتأكيد. نحن نكرر ترحيبنا بهذا التوجه الأخوي والحثيث من جانب مصر، لأن الهدف هو أن يعتمد الأفارقة على أنفسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات، بما يساعدهم على النهوض بقارتهم والعمل على تنميتها. يتوافد النازحون كل يوم على مخيمات الضواحي. يلتقي هنا من نزح خوفاً من القتال مع من نزح هرباً من الجفاف. بين مطرقة الإرهاب وسندان الجفاف يعيش الصوماليون على البوابة الجنوبية للعالم العربي. ينزحون هرباً من القتال فيجدون الجوع في انتظارهم. حرب على الإرهاب ومجاعة على الأبواب، هذه صرخة من شابيلا.